Good morning. How are you, Irene? Good night. You fine? You look very fresh today. Thank you. MashaAllah. MashaAllah. Now, how many years you are here? 6. Ola to finish visa, another contract. But you will stay 2 years more? Yes, Baba. Why? I love this house. You don't? You will not go back? No, I will vacation, then come back. Ya Rab, it's too much. Just see my baby. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. ما تشوفون ها هالنمون البيت مشلشلات ابوي زله، عرفوا انه شيء عمال يشتغلوا. من تشوفون هالنمون حاصل في البيت، عرفوا انه شيء عمال يشتغلون. وحد ابوي طالع وحد نازل والدنيا مطرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. لا يا ابو محمد، اليوم عاد وايد وايد رحم اللوادم. زهري على برتقالي، دورت لون ابيض عندي حق اكسر ما لقيت، لكن هذا اللي موالم. شلكم انتو عاده؟ قالوا عن قاشلكم مبلين هالدرجه. انا ابو وايد عاد ابو محمد وايد تاك زودته كان توسطك، لكن هذا هو كله. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صبحكم الله بكل ما يسر خواطركم ويسعدكم ويحفظكم ويطرح البركة فيكم وفي ذريتكم في من تحبون وتودون، ويبارك لكم في رزقكم وحلالكم وكل ما تملكون. بيوتهم العمالة الوافدة أو العمالة المساعدة، بيوتهم وفرجانهم تراهم بين أنهار وبين غابات مرتاحين، وهاك الجو الفنان ترى ما يجيبهم والله إلا الحاية، ما يابهم إلا الحاية. شات الأول الحاية، نحن يوم عندنا الأول يوم محتاين، كدت الملح وكدت الحصى وكدت الغوص وكدت البحر وكدت ما خلوا، حتى اليص كدوا، حتى اليص قطعت ظهورهم متحميل الحصى. وصبرت العرب، وصبرت اللي تبشكر واللي خدم واللي شل واللي حط. الغربة تحملوا الغربة، واللي طالع تحملوا فراق الأهل والولد والمحب والمحبوب، وتحملوا فراق حريمهم وهاليتهم لجل العيشة. وهاي الحين هالنمون مساكين متحملين هالدنيا، فالروف بهم، الروف كل الروف. ما تشوفون لادمي أبطى سنة وسنتين ثلاث، عرفوا أن هذا مرتاح، مرتاح عند معازيب. إذا أنه يبقى الشغل ويبقى الرزق الحلال ييلس ينبسط بعينه من الله خير، بيرتاح، بيرتاح إذا أنت وفرت له سبل الراحة. بيخدمك هي، أنت ما بتخدمه، لكن أنت وفر له سبل الراحة. كيف ترى للوقعة والصدقة والديانة وإعطاء الرواتب في أوقات معاملة بالليل. تذكر أختك، تذكر أمك، تذكر أخوك، تذكر خالك. لو أن دارت الدوائر، ترى الدنيا هذه أخذوا عطاء. نحن شو كنا وشو أصبحنا، شو كنا وشو أصبحنا، شو كان حالنا وشو الحين. الحمد لله رب العالمين، الله غير من حال إلى حال. جيلي أنا وجيل اللي من عقبي، جيلي أنا وجيل اللي من عقبي ما لحقنا على المهانة والتعب والغربال والمكد والتعب هذا كل اللي جاسته العرب. لكن نحن الحمد لله نشينا واستوينا في راحة وفي شراغة وفي بترول وفي كهرباء وفي تلفزيونات وفي مكيفات. الأجيال اللي قبلنا تعبوا، ومنهم اللي تغرب ومنهم اللي اشتغل ومنهم اللي كد البحر ومنهم اللي كد مثل ما قلت لكم. والله يا جماعة الخير، يا طرع علي واحد من ربع يمكن أكبر عني بسبع أو ثمان سنين، يقول والله يا أبو محمد تشوف العز اللي أنا فيه، رواني سابعته هني ظهره ولن حبل علامة حبل كمبار على ظهره. أقول له شنو هذا؟ قال شفت ريجكم أبو محمد اللي انتو فيه؟ شيء مملحة، الأول يسمونها مملحة الطيارة، طايحة طيارة هني وحولها مملحة وين يقصون الملح. يقول حياة أبوي يجيبنا نحن، أنا وأخوتي أخواني تقريبا 11 ورقة من 12 من البنات، عندهم هنتين كل عيالهم رحمة الله عليهم 14. الأول من سكان مدينة زايد ما شاء الله وصبره. يقول الأول أبوي يبهني كد الملح،
يواني صلف محمل على ظهورنا، حد يكسر وحد يقص وحد يحمل. الطبجة كبر يونية لسميت مرة لو مرتين على ظهورنا، يقول يا أبو محمد لجل العيشة ولجل الرزق الحلال ولجل يقول يوم يقل السمك ويوم يقل الشراية ويوم حتى تعدلت الأوضاع، يقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللي الله غير من حال إلى حال. هذا كل الرزق، ما فيه عيب ولا فيه منقود، ما فيه عيب ولا فيه منقود. العيب والمنقود الصلاة. هذا واحد لو لينا من هالرستاق رحمت الله عليه يسمونه درويش، يقول ابو محمد هاك الايام بعد ما ابو محمد بعد قبل ما عرس يقول خالد العيب، العيب من باق وسرق، العيب من باق وسرق، ما العيب من باع لحمه على احبابه، العيب من باق وسرق، ما العيب من باع لحمه على احبابه. قلت له كيف؟ قال ترى الادمي هي متعافي وبخير وسهل كل الشحوم والحوم، ومن يشتغل ويكد راح اللحم هذا اكو راح الشحم، وتم الادمي شرات اللي يريده مثلك. فيقول العيب سرقه، والعيب هاي هذا العيب، اللحم يوم بيصير وبينباع بيروح دم فاسد يتبخر من كثر المكد والتعب. فيقول هذاك العيب، هذاك العيب، البيع العيب من باق وسرق، ما العيب من باع لحم على احباب. يبي يصير الحال بتصير الصحه وبيخف العافيه، هم المكده تتكد على هلك وتكد على هالبيتك وساتر على عمرك، يعني المكده متعبه وشقة. ولذلك نحن نعينهم ونعاونهم، فلذلك انا وايد ارحم العمال الوافده ايا كان، ايا كان العمال المساعده هذه، ارحموا من في الارض، رب العالمين بيرزقكم من حيث لا تعلمون، بالروف عليهم اعطوهم قسط من الراحه، وقت رقاد امزحوا وياهم، اطعموهم اجسوهم، لا تتشلوا بهم بس الا على المعاش، ان في خير ترى بيطيب، اما في خير مع السلام، دخولا باحسان او خروج باحسان. سؤال يطرح نفسه كل يوم يجيني من هالسؤال، اسئله كيف كان وضعك قبل تحشرون؟ يقول لكم يشتغلون، هاي اشتغلت الدخاتر وبطم عدوان الله. اقول لكم، يقول لي كيف كان وضعك قبل السناب؟ هذا هو وضعي قبل السناب، هذا هو، هذا البحمة اخذنا من اسمنا سوانا ظاهر من النادي، اخذت من هالاشياء عنقور غير رمون عن العنب، وهذا فنان غير رمونه لونقار. المهم طارت اعماركم. يقول لي كيف كان وضعك قبل قبل شو اسمه قبل السناب؟ وضعي قبل السناب هذا هو، من اصبح لي امسي ارمس، وين ما اسير واسير ويسيرون علي، او في الزراعه هذه حياتي قبل وبعد السناب، عرف اللوادم اللي ما يعرفون. اما ان شيء اختلاف، لا والله ما شيء اختلاف في انا كشخص، اللي اختلف ان وايدين عرفوني من اللي ما كانوا يعرفوني. كان انا بالاساس انا ما افضل اسم بالله ابو محمد انت من المشاهير، لا انا مش من المشاهير، انا من الناس المعروفين. انا بحياتي لا كنت اطمع اني انا لا بمطرب ولا بشاعر ولا رسام ولا فنان راعي ادق عود ولا راعي موسيقى، لا انا انسان معروف تعرفني الناس كلها من يوم أنا ياهل، علاقاتي شرق وغرب في سير وفي أي في كل بلاد أسير، في كل وين ما أسير الميالس والسيرات والأكل والشرب والضحج والطرب والأناس والمخوفة قبل هذا كله، المخوفة من الله وراقب الحي القيوم في كل أموري، في كل أموري ما بالي من زيد ولا من عبيد لا من فلان ولا من علان. وأرمس من رأس خالي ما يبالي، أرمس من راس خالي ما يبالي. قال شي وصف يقولوا الأول امشي الحرة ولا عليك مضرة، دامك انت مرضي الله سبحانه وتعالى، مرضي والديك وحاشم عمرك، ما عليك من زيد ولا من عبيد. الرمسة ما حد تم ابوي مرمسوا عنه، ما حد تم تكلموا عنه، ما حد قال تم ما قالوا عنه، الرسل ولمبية ولا ما حد تم ما طروا في الزين وفي الشين وفي العدل وفي المايل. ارضى الناس غاية الله تدرك، ما تروم انت حينه ترضي العرب كلها، يقول متوسط لو حبي واحد كان ارضيته.
انت ما ترون ترضين لوادم. اذا ان قالوا كل الناس انت عايبنهم، ترى تاكد ان هيني يكذبون عليك، هيني يكذبون عليك بدون شك 100%. ارضى الناس عايت لا ترك، ولو خلي لو حبي واحد كان رضيته. ما ترون ترضي الناس كلها، ما حد يروم يرضيهم ابدا لو تصك في جنب السماء. يلا بصباح خير. Good morning. ها؟ ليه انتي صرتي تدنين اليوم؟ ها؟ انتي ادنتي الفجر؟ ابني؟ ها؟ شو عندك الساعة 5؟ ما قلتي لي حكون بدري الساعة 6 عشان بالي الساعة 10:30 نخلص. يلا سيري. يلا شو بنسوي اليوم؟ سفة برستيج. سفة بالبيبي تشيكن. فراري صار اهل كبيرو ديات. يلا سيري بيج توكلنا على الله. يا زهت لي هالقصيده، قصيده مصبح بن علي الكعبي، قصيده جميله جميله للغايه. جيت هنا تلاقيت ويا الشاعر في تركيا اظني او البوسنه، والله ما اتذكر، لكن 90% اظني في تركيا في احدى المناطق. شاعر جميل، إحساسه في شرح تفاصيل المحبوب وتفاصيل الزين، شرح عميق وجميل وغزير. بحط لكم قصيدة جايتني تو ريال طرش اللي أظني اسمه حماد الكتبي، حماد الكتبي مكتوب على اللسن أو حمد الكتبي، والله ما أدري به. المهم جازت لي القصيدة وكنت لقيت أنا وياه ورمسنا وسولفنا. وعد قصيدتين ثلاث هاك الوقت قبل سنتين لو ثلاث في السناب عندي، لو بتردون على اليوتيوب في احدى زياراتي لتركيا او البوسنه بتلقطون المقابله، كانت جميله وفنانه وقصيد جميل وهو شخصيه طيبه. المهم يا زهت لي قلت بنزلكم اياها، ما ادري من اي حساب مظهوره، اظن من تيك توك او شيء من هالقبيل. يقول من حلاك حلوت السمره، سمره وانقلب ديجورك قماري، جيت والدنيا بلا قمره، والمحية والنحارة واري، فوق ويهك مشفق حمرة أو بريق الفرقد الساري، يكتسب الألوان من عمره وحمرار خدودك جباري، تفرك الثلجة على الجمرة وكسجينك يوهج الناري، كان في ثغرك برم سمرة لو درى عنك النحل غاري، لا تصحي لي من الغمرة لين أجمع باقي أفكاري، يوم أروق واسكر بهمرة تنقطع من العالم أخباري. بسم الله، شو تسوي انت؟ الله، شو اخبار الزراعة فوق؟ شامبي فوق اخر دور، فوق اخر كم مكان حق حق جهنمي؟ لا لا انا بجهنمي فوق اخر شيء. حاضرين يا شامبي حاضرين. وهذا يجي خلاص تعال سيده هنا. ها وين هني؟ ايه خلاص هذا الاتحاد. ايه سيده طاري. زراعه زين فوق شامبي؟ نعم كل شيء زين فوق الحمد لله. بابا برتقال يجيب فلاور ولا ايه؟ يجي فلورا ما شاء الله. يلا انزل انزل بنسير الزراعة شوية. ما شاء الله الحمد لله من برد الوقت شوي، ما شاء الله يا الصنطة رايح تحت امهاته. منو ياكل؟ ما حد يروم ياكل. كم بتاكل يا البنادم؟ كم بتاكل؟ كم بتطحن؟ نحن زارعين طالت عماركم جميع اللوز، تحينو هاك القفص اللي يعني العود اللي كل لوز، هاك اللوز اللي قلت لكم الفنان الزين، زرعنا حوالي 30-40. شوف من 30-40 ها تو باجي فلش الارض الطرطا. ويقول لك بعد جتنا معلومة من عند هل سيهات وهل القطيف وتاروت، يقولون ان يعني ترى حطوا في بالكم مبعلة كل حال اللوز يظهر مثل صلامة اللوز شرات أمهاته، 70% مخالف، 70% ما بثلاثين ولا بعشرين، 70% ما يظهر، و30% يظهر مثله ويظهر أحسن، مثله ويظهر أحسن.
لكن 70% ما يظهر يشابه الأمهات. شو ما شاء الله الفيفاي، شو ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله الحين لين الصدر، لين صدري تقريبا 1.20 وصل، شو ما شاء الله الحجم. هذا طالع عمك بذر مبذور في شهر 8 وتنزل الأرض في ظهور السهيل أول. أبشر بصراحة، أبشر بصراحة، عسى الله إن شاء الله ييسر لكم وترمضون عندنا السنة يا إيراننا. يا الله يا رب أنهم يرمضون عندنا، عسى عسى أن الله ييسر أموركم والتحولون يكون رمضان هذا ويانا إن شاء الله، إذا الله جعل في العمر بده. يا الله يا رب أنهم يخلصون بيتهم ويتحولون يا رب العالمين، قولوا آمين أنهم الله ييسر لهم ويخلصون إن شاء الله. باجي عندهم الحجر، هذه الأطراف كلها خلصت، باجي شوي يونا من أكبرني قصر عليهم الحجر، والشركة خلص حجرهم، الحجر الأول اللي عندهم صاروا يبون من يد ويديد. شو قريفروت، كقريفروت شو مال السودان، وايد فنان فنان إلى أبعد الحدود. شكريج ما فيها المرورة، شو علومك أنت؟ وين سرت؟ وين جيت؟ شو سويت؟ شغل شو ما سويت؟ اليوم خلاص اليوم انا غاش ناب هي لا اليوم موعد الرش. اي اسبوع مره تقول اللي برا ولا اللي داخل؟ داخل برا كله ما اشكر فن شامبي كلش نفرات يقول سلم على شامبي، كلش نفرات وكلش نفرات يقول الحمد لله شامبي ان شاء الله يجلس خلاص ما يسوي قرقر قرقر مره ثانيه. كل شيء نفرات زعلان، ليش يسافر شامبي؟ ليش يسافر شامبي؟ صاحبي انا اكل هذا من اسوار عليهم ولا 5 يوم زياده زياده انا. انت شفت كيف؟ خلاص الحمد لله تاريخ 30 هي. انا اول يوم ما اكلها هي هي. ولا ما الحمد خلاص. لله الحمد لله هذا فضل من الله. هي موجود بس لا قلب ما يريد اكل، بس هي. اربع مره اكل بعد ما يريد خيب. انت تبغي اكثر عن اربع مره تاكل؟ اربع مره يعني الحين صبح اربع كوب شاهي أربعة كرات تأكل ولا الحين ماري قال ولا خد بالله ماري بابا تركب تبي تأكل أنت أربع خبزات مرضف من هالكبار وأنا ما أشتهي العيشة ما أقول عنك شيء. ويت تعال جيب لي مغسل برتقالتي هاي اغسلها يا خير إن هو ما شاء الله تبارك الرحمن كل هالدنيا مريو درياد فضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم ادمها نعمة احفظها من الزوال يا رب العالمين. ما شي شرات الخضرة، ما شي شرات الزراعة في البيت، ما شي شرات العناية، ما شي شرات راحة البال، راحة البال، راحة البال تنشر ولا تنباع، راحة البال تنشر ولا تنباع. هذا اللومي لبناني ما شاء الله، لكن هذا النوع عاد اسباني. نحن نعرف باللبناني لكن هاي الشجرة روحها اسبانية. سبحانك يا رب. شو ها قر 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 جيني؟ One song now very urgent now. يلا one two. ها؟ يلا no go there go behind one minute one minute one minute. ألو جيني one minute. إيه ألو all of you go behind her. تعالي. يغنون لك
صلاح غني وياهن. لا تعرف هاي صلاح صلاح يلا عاد كلهن لازم بخشيش لازم بخشيش لا شيء لازم بخشيش حرام لازم بتعطيهم بخ كم وحدة ست لازم على عشر عشر خيبة عاد صلاح عاد صلاح روح روح ايه هتقولوا صلاح بخيل صلاح ابوي كريم ابوي على فكره من عندي هالبيزات ما من عنده والله انا من عندي ما طاع بغيت يظهر البوك اللي عنده ما طاع هاي اللي يودن هنا هاي هاي اظهر بهنشاد غرب يوم اشوف شيء ولا شيات حد باللي الله كاتبنا هاي يودنهم الحين والله ما طاع منو عطيتن كلهن لا 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 ما بكل هاي علبه هاي ثلاث عطيت تب حرامي وهاي الفقاره هي منو باجي هاي 20 حق خالد و20 حق محمد يلا بيبي يلا بيبي بيبي يلا حق الدكان يلا سوي بوسه سوي صلاة حب بيس بي يحبك بي يحبك يلا فديتك انا يلا صلاة حبه فدعت رقبته يلا شكرا شكرا صلاح ثانك يو بردقنا ومن يدلي ذا الشوق البردقنا خلنا بهوانا لا تعترض يا عفين خلنا بهوانا صلاح من السودان هالقورة من السودان ميوبة سفرجل هب سفرجل هو جريب فروت عافية ايه صلاح بدل ما ليش ما أفارق ما أقول لكم مريج ما فيها المرورة اللي لو أنت تشك منها الجريف روت هذاك كذا كبير هذا لذيذ إلى أبعد الحدود هذا اللي هو الوردي تش نص عمرك صلاح أبوي وزع أبوي حق اللي وادم كلم على 20 20 20 20 ايه كل واحد صدق لما اشوف بعيوني والله خلي يا ابو اخبخ اسمع انا 20 20 الواحد اي والله وانا ليش ما يديني ليش ما اعطيته ده اسمع اخبخ ايه اذا سالت يقول ايش قاعد سنتي وعنده هناك في المطبخ تقوم اسد ولا سمعتي البيزات خلاص انت يعني شيء بتعطيها ولا لا سلم عليك قالت لي ما رديت عليه السلام ما شوف نخبخ ما بفلوس هيقعد سنتين ويجيب لنا الفلوس لفلوس بس لا حين كان من الحين متى العيد العيد في العيد خلاص وين يدي بيوديك لازم اسد لي يوديك ما كنت دورك شو خي السدها توا ميوبة جديدة عميدي بابا انا بس لا تصور لي خلاص ححطها في الفرن صح هي كم يباك انت تخلصين؟ انا بس صور معي الدياي الحين واروح بعدين لما تخلص نكمله ان شاء الله عشان نسقيه يلا زين صليح شو الاخبار؟ اخي جديد انت ما بنصير تبيع عندنا شغل حبيبي اليوم ايه. ايه. الكونغرس العالمي للاعلام حضرنا النسخه الاولى العام وهذه طالت عماركم الدعوه للنسخه الثانيه وان شاء الله منها افتح شوي لو سمحت هاي النسخة الثانية إن شاء الله بنسير بنغطي لكم كم الروم من الأحداث والأشياء الجديدة إن شاء الله بنرويكم الفرق بين العام والسنة شو اللي جد وفي نفس الوقت طالت عماركم بعد جتنا دعوة ثانية من نفس الموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
مركز أثر الإعلامي إن شاء الله إذا الله جعلنا من الحيين ونقضي لكم بعد هالحدث. بنرويكم طلة عماركم عبر هالشاشة البسيطة الصغيرة اللي هو تليفون البسيط. بنرويكم قوة الحدث وقوة التغير واختلافه من العام بالسن. بنرويكم شبابنا ما شاء الله عليهم عيني عليهم باردة شو اللي سووا من الإنجازات وعدد المشاركين من العام بالسنة وعدد المدعوين وعدد اللي لبوا الدعوة وعدد اللي يو وفرق شاسع فرق السمع الأرض من العام بالسنة. وللأمام يا بلادي الحبيبة شوف بالله عليكم شوفوا 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 السلاسة شوفوا الدرب ايش قال طايح الدرب يغني يا ليل. هذه إماراتنا هذه بلادنا الحبيبة. الكونغرس العالمي من المتوقع يستضيف 15,000 شخص. شوف الدرب تحرى ما فيه آدمي تحرى ما فيه حدث عالمي بيستوي. شو هذا يوم 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 بيقولون القوية هل وهل الترتيب وهل العدال هم يطرون هل الإمارات عاصمتنا الحبيبة اليوم بتستوي فيها زحمة ماشي كثر هالناس متوقعة. بالعكس طلع طريق منظم سلاسة الانطاقة في الشوارع الترتيب العدال كله رقم واحد. فلذلك تلقط الانسيابية تمشي وين ما تصير. ها شوفوا الحين بتشوفون عاد العالم داخل انتو تحت قبة. شوفوا هالدار الله طارح فيها البركة سبحان الله. اي حدث يستوي فيه انت يا الدولة في اي امارة من اماراتنا الحبيبة تتحد كل المؤسسات الاتحادية والمحلية الشيء الكبير ويرس يتعاونون فيكون كأنه رجل واحد قام بإنجاز هذا العمل كله. وهو لا هو كل هالوزارات والدوائر اجتمعت لإنجاح هذا الحدث. ما بكل حد على رأسه تعاون ترابط تجانس بينهم قوي إلى أبعد الحدود. لأن أي نجاح يستوي في 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 دارنا تبارك الرحمن لا ينسب إلى شخص ولا ينسب إلى مجموعة أو دائرة أو وزارة. هذا ينسب للبلاد للحكومة كلها كلها كاملة بزمها وعراها. الناس تفرح لإنجاز إماراتي إنجاز في دولتي إنجاز في بلادي إنجاز يرفع اسم هالبلاد الطيبة. فلذلك تلقط شوفوا بالله عليكم شوفوا 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 تحت جدام طالب ريايين بسفرهم عقلهم ودنياهم للاستقبال وللترتيب للعلم والخبر كل هالأمور طيبة. السلام عليكم مرحبا 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 الله يبارك فيك كيف انت مرحبا الشيخ ايش حالك الله يحفظك كيف انت وين نسير نحن ابوي عندي الشحي دوم تنشل عنك يعلك تسلم. وين نسير نحن الحين وانت بايمين طالق في اي بنت يعلك تسلم يعل ما ذوق يعني ما ذوق حزنك. حاضرين ان شاء الله ان شاء الله محمد شو الرايح حلوه ها طايفي 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 ظاهر من غزر مال الله يحفظكم ايه حافظ عليك يا ابو محمد والله العظيم انك غير ممون عيني عليك بارده ما شاء الله عليك والله العظيم انك غير ممون حبل انت ريحك غير رمونه منطوقك رمسك تراحيب اللوادم فيك فرحتهم فرحتهم ايه حافظ عليك يا ابو محمد يا الله يبارك فيك ان شاء الله. لو بعدني امشي واجسم بيزات الكونغرس العالمي للاعلام من السخته الثانيه مثل ما شفتوا العام شفتوا الزخم شفتوا العالم السنه اضرب الرقم بكذا مره ما شاء الله تبارك الرحمن حضور كثير وعالم ما شاء الله يعني ما تروح تمشي بكثر الوادم ومشاركات من جميع مؤسسات الاعلام في الدوله وخارج الدوله مناهيك عن الضيوف والحضور ما شاء الله حضور كثير وعالم ما شاء الله. فهذا كله من إعلاميين وهذا كل شيء داعم للحدث. الحدث عالمي وأنه يستوي في دولة الإمارات في عاصمة الخير في أبوظبي ما شاء الله فأكيد راح يكون له وعليه زخم وايد كبير ما شاء الله تبارك الرحمن. حين أنا في نص النهار عالم تسير وعالمتي زافة ساير زافة جاية كل رواد التواصل والإعلاميين والمثقفين وكل ما شاء الله صناع القرار كلهم موجودين تحت سقف واحد في أدنك
هالمكان العريق اللي يجمع الناس كلها في كل محفل يومياً يكون في أحداث مميزة. فلذلك تلقط كل هالعرب شبكة أبوظبي الإعلام وين ما تصد تلقط تلقط شيء مميز واسم العظيم. أنت من النوادر اللي أنا أحبها. أقسم بالله العظيم. إيه إيه وجليل أتواصل ويا حدنا. أنا أتواصل وياك ويا اثنين ثلاثة فقط. وخصوصا هاي الفنانة. مزون 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 مزون. حالة قرب الله ته. وين الباجي؟ 90% من تمحت. صورني أنا وياها. رايك عاد بالكونغرس فنانة فنانة لابسة الكونغرس حلو طمني عليك. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصدف الجميل. تعالي ياي تعالي ياي تعالي ياي. شوفي شوفي حطوا في بالكم الحين هي اختفى منها ثلاثة أرباع ونص. الحين هي غدت مسلكة هبنا يعني مسلكة مردود الحال. شو تنصحين البنات اللي من جيلك؟ الأكل الصحي. نعم. والرياضة والرياضة والرياضة. وكل يوم تروحون المبشر مثل محمد. إيه والله. سبحان الله يعني. نعم. والله يا جماعة الخير يعني ما عرفت اليوم على فكرة. الله أنت لابس اليوم الكونغرس بكبرة. محمد علمك إن هذا اللون على هذا اللون على الشوز على. الله يبارك. كل شيء صغير وكل شيء. ما شاء الله عليك. انت شخصية طيبة وإعلامية بنت من بناتنا مميزة وفنان ولك حضور ولك تميز في جميع محافل الدولة. فأنا فخور فيك إلى أبعد. انت اسمهان وعلى قبل كل حصة الفلاسي أم سلامة الله يحفظها. فأنت ما شاء الله قمة على قمة زود وقمة الله يحفظها. وحاجة عاد هاي يجي حصة. لكنكم ما شاء الله عليكم. الله يبارك فيك الله يحفظك. دائما هالأماكن يسعدنا ويعلمنا ما عليك تقول يا بنتي حفظك تفرح البركة فيك وفي كل تحبين الوزين. مطر بالعصر الشام ما شيء لحظة. ايه توحج العرب انا في كبدي قيح عليك. وصف محمد. وصف وصف لحظة لحظة. برطنقي بنى بيت خوش رنقي. برطنقي بنى بيت خوش رنقي. هذا وين هذا؟ هذا موجود. لا لا هذا في العاب عند العرب كلها. برطنقي بنى بيت خوش رنقي. خوش رنقي؟ ايه كمل سكن فيه. برايك بديتك اقل على اللحظة. بس اخر سؤال اخر سؤال. شوف هن ثلاثي زم يضربوا بهن الوصول. جرنين وداس وشهد يا أنا. لا شهد يا حالون. يا حالون هاي توني توني صح صح حالون صدق على الطرف الثاني. جرنين وداس وشهد يا حالون هذه تقال متى؟ هاي تقال يوم يتوالفون ثلاثة مع بعض. قال ما شاء الله اكتملت العدة. جرنين وداس وشهد يا حالون ثلاثة متياعين مع بعض. صدق على الطرف يقولون يعني الجدر ما يركب إلا على ثلاث. بس هو هذا إيه ثلاث محاور. ما عليه هذا الجدر يركب على أربع محاور. شو هن المحاور؟ شو محاور؟ ها يلا فتح محور هذا اللي تركيبة الجدر. تركيبة الجدر الجدر ثلاث محاور يركب. شو الجرنين؟ جرنين الله أكبر. والداس داس يزير وجرنين يزير كفالة داس وحالون يزير. ثلاث اللي يزر ثلاث داس أكبرهن وجرنين حالون هو يبال الداس دي حرحرة الداس. مطر مطر طالت عماركم. من الشباب اللي أنا أوقع له بالعشر أبصم له بالخمس أبصم له بالعشر. محتوى جميل معلومات تراثية فنان سقرتي لبق متحدث له قبول وجود ابتسامة زوالها عشرة ريايين ابتسامة روحة. الله يحفظك. نعلم الجيل الصغير أو نذكرهم باللهجة القديمة اللي كانت تجيباننا. شوف ما حد يبى تعليم لأن كل من عنده هلأ وتعلم ويعلمون هاليته. لكن طال عمرك يبى تذكير تذكير تذكير, تذكير. فبالأخص إذا تي على غفلة يزيد وانت ما شاء الله هام إعلامي الله يحفظك. فشخصية يسعدني أن أشر حسابه على الانستغرام وبعد حتى على الإسلام. شخصية طيبة ومميزة وأنا فرحان أن طلع حد عندنا ما شاء الله من الشباب من هالنوع المميز. الله لا خلانا منك. سلم على هل على الله ولنا لقاء
ان شاء الله ان شاء الله. بصور لكم موقع، لكن لازم تعرفون هالموقع لو تي كل خمس دقائق، لو تي كل خمس دقائق بتلقى شيء فيه جديد. الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأم المنافذ، هذا طارة أعماركم، سيستم كامل متكامل من إنجازات شبه يومية، أشياءهم ما يخف يوم، ما يبتكرون لك شيء جديد للتسهيلات، مساعدة الأوادم، إنجاز المعاملات، دقة، سرعة، ذاكرة عندهم في أجهزتهم، اللي عندهم روحهم تحرم سواية لهم روحهم، عندهم ابتكارات أحدثة اللي غطيناه من مدة في دبي، اللي كان وانت بموترك بخلاب سيارك أقل عن ثلاث دقائق تنجز عملية ظهورك من منفذ الدولة. فهذا حتى الأول إذا وياك أربع تنفار، الحين يقولك حتى التفتيش ما يحتاج، لا تنزل ولا تطالع ولا تظهر أي شيء من عندك، بس بالنظرة خلصت أمورك وانت مطرج. عين عليهم بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بالله، كيف حالك؟ كيف أنت؟ عاد أنا الحين ما بروم استنزف شيء، ما خلى شيء. هذا أبوي من الصبح قابض. ها؟ بعد ما بدأ. هذا كله بعد ما بدأ؟ ما في حيلة. كيف حالك؟ لا خليت منك. كيف الله يزيد فضلك، بخليكم تخلصون بحق بيكم. ما عنكم غناء. دخل. بيكم. أبي تريا تخلصون بيكم. لا خليت منكم. الله يبارك فيك. زين. 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 هي. هي العمل المناخ العالمي للإعلام طبعا مع شخصية محبوبة جميلة ومميزة مميزة مميزة إيه نعم طبعا مع خالد. مرحبا بك يا ولد العم، سعد الله مساك. مرحبا بك، شبارك، شرفنا تشوفك. مرحبا 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 من عمان لين الإمارات، مرحبا من أبعد نقطة من حدود الإمارات اللي هي حدود اليمن لين السلع، ما شاء الله. هذا كله ترحيب ترحيب مرحب المطر، ونقول السلام عليكم. خالد الخالدي كيف الحال؟ جين مظبوط مظبوط. مع انا زياده صوب خالد الخالدي، هذا طبق سوي اكل سوي تطيب. انا معصل، انا واحد مره اريد انتشن شن بيتي يجي سوي اكل. الشخصيه المميزه المتميزه زي السكر، زي السكر. انت السكر مش زيها، انت سكر على سكر. ها ديكو ابي ہمارے پاس کا خالد الخالدی پورا آدمی کا وہ خالد معلوم ہے ہاں کدھر جائے گا کدھر کھانا بنائے گا سب آدمی کا معلوم ہے طبعا يا متابعين عرفتوا الله يسلم مرحبا بك يا حبيبي سلم على متابعينك سلم على عمرك وعلى اهلك قبل الناس كلها يا بعد راسي مرحبا يا حبيبي هذا شوفوا هذا التصوير انا مع هالفتاه الجميله الزينه هذا كنا وير وي واز وينك هرب الله تما طعي جلب Where we was? Yes. No, where the beach? Ras Al Khaimah. Hey, when it was? Palak riding. Hey, when? When 2 years ago? Yeah, 2021. Double 2 years ago. Yes. Nice to meet you. Yes, nice. Where do you come from? Vietnam. Vietnam. I am from Madinat Mohammed bin Zayed, Abu Dhabi. You and me and Sheikh Omar in just Al Khaimah. Hey, 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 yeah, hey. Sheikh Omar. Sheikh Omar. Hey, yes, yes, yes. Thank you very much. What's your name? Van. Van. Van from Vietnam. Van from Vietnam. Yes. What is the weather now in your country? Country is very nice, peaceful. No, the weather. Weather is a little bit cold. Ah, mashallah. Winter. Ah, okay. Yeah. Nice to meet you. Yeah. العزيزة الفاضلة
أميرة السركال، شو بتخبريني بالنسبة لوجودكم في سفارة مع السفارة؟ يا مرحبا، اليوم مشاركتنا أبو محمد في الكونغرس من خلال منصة خاصة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المناخذ، نطلق من خلالها مركز أثر للإنتاج الإعلامي. شو معنات كلمة أثر؟ أثر أبو محمد إحنا نوجه فيه رسائل إعلامية موجهة للجمهور بحيث تكون مؤثرة بشكل مباشر في إوصال المعلومة اللي نبغي نوصلها عند متعاملينا وجمهورنا. هل هو هذا موقع أو لوكيشن أو رسائل نصية أو تتعاونون مع حد من حد التواصل الاجتماعي؟ الشركة أبو محمد هذا مركز إنتاج فني خاص بالهيئة بكوادر وطنية، كل الموظفين اللي موجودين هم أسسوا هذا المركز، مركز لتقديم خدمات وصناعة محتوى إعلامي يليق بمستوى متعاملين الهيئة. إن شاء الله، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أبو محمد. التوفيق وإلى الأمام. شكرا، شكرا أبو محمد. أم محمد، شو بتخبريني عن مركز أثر؟ شو الشيء الجديد اللي ما قرينا عنه؟ أو شو يميزه؟ اللي يميز مركز أثر أبو محمد أن هذا المركز يصنع محتوى موجه للمتعامل. من خلال مركز أثر جينا طبقنا تقنيات الذكاء الاصطناعي، اليوم نصنع محتوى بلغات مختلفة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري، نقدم محتوى بلغات حسب تطلعات المتعاملين، نعمل برنامج رصد نشوف المتعاملين شو آرائهم في عمل الهيئة، شو آرائهم في تطوير الخدمات، وعلى أساس نصنع رسالة إعلامية موجهة. هذا المركز محمد كل الموظفين اللي موجودين حاليا فيه موظفين من الكادر الوطني، تم تدريبهم وتأهيلهم ومستمرين في عملية زيادة الكادر اللي موجود حاليا. وجودهم وين؟ وينكم متواجدين؟ احنا طبعا بحكم الموقع الجغرافي للهيئة موجودين على مستوى دولة الإمارات، ولكن المركز الرئيسي لأثر في أبو ظبي في مدينة خليفة. حاليا نقدم كل المراكز للخدمات الإعلامية من خلال هذا المركز، ولكن عندنا كذلك وحدة الإنتاج المتنقلة، لو بناخذها من هاي الزاوية محمد، هي وحدة إنتاج متنقلة. ما شاء الله. بالضبط، نخدم فيها نقدم فيها خدماتنا ورسائلنا الإعلامية. مثل شو؟ من خلال هو الإنتاج بشكل مباشر. نعم. تصوير للأحداث اللي تصير خاصة في الهيئة في مواقعها بشكل مباشر على مستوى الدولة. هذا متنقل أي مكان أي حدث هي تصير وتغطي، صح؟ بالضبط. حاليا في عندنا برامج بودكاست ياسين نصورها ما شاء الله مباشرة من الاستوديو اللي موجود هني، وننقلها إن شاء الله بشكل مباشر في قنواتنا. ها داخل أيوة، ها سعادة أحمد بلاحج المدير العام ما شاء الله مع 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 مروان الحل. مروان الحل هي فحين هذا عندهم بث ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذا جميل يعني بودكاست يعني هالشيء محمد هني الشكل الخاص بمركز أثر، كذلك عندنا الاستوديوهات الخاصة مكاتبنا اللي بمركز أثر في مدينة خليفة في أبو ظبي، إن شاء الله خلال النصف الثاني من 2024 بتكون مجهزة. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك، كل الشكر والتقدير لك محمد الأخت العزيزة أميرة السركال. كيف الحال؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف أنت محمد؟ الله يسلمك يحفظك. محمد اليوم بخبرك عن خدمة نعم من خلال معرض الطيران جزاهم الله خير، خدمة مقابلين إقامة دبي واللي تبع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وطيران الإمارات ومطارات دبي. نعم. إن شاء الله خلال السنة الجاية بإذن الله أنت إذا بتسافر على طيران الإمارات وتياس البيت. نعم. لا تصير مطار. ها. تاخذ سيلفي. هي. طريق الابليكيشن بتصور جوازك ويعطيك البوردينج وبتوصل المطار طال عمرك بتحط شنطتك والتاج شوف انت تمر على الكاونتر الشنطه مره تدخل للطياره وانت بتعبر ولا حد بيوقف لا الجوازات ولا كاونتر التسجيل ولا شيء يعني لابس طاقيه لخفه ولا شو خلاص مره خلاص كل شيء سهالات شوف انت هذا يا ابوك هذا 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 هو هاي هي الراحه هاي يسمونها الراحة، نحن ما شاء الله تعدينا ابوي الدول كلها بآلاف الكيلومترات، ما بالخطوات ولا بالأمتار، بآلاف الكيلومترات. الحمد لله رب العالمين. دولة الله مستحيل. الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. شكرا طال عماركم، الله يسر أموركم حبيبي. شكرا. شكرا. إن شاء الله، بكرة إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، معكم غناء. هيئة
أبو ظبي للدفاع المدني. عثمان الحمادي كيف حالك؟ كيف أنت؟ الله يسلم. طبعا أنا أتشرف اليوم، أتشرف أكون على منصتك عند عدستك اليوم. الله يبارك في نمثل هيئة أبو ظبي للدفاع المدني. نعم. اليوم هذه الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام. نعم. مشاركة في هيئة أبو ظبي للدفاع المدني. نعم. ودورها اليوم توعوي وتعريفي وتثقيفي من حيث الإعلام. نعم نعم نعم. هذا دورنا اليوم، ننشر رسائلنا التوعوية. نعم. اللي نهدف لها، وهدفنا السامي أن نشارك فيها الشركاء الإعلاميين اللي مثلك وشرواك. نعم. اليوم اللي يهدفون طيب. اللي يهدفون اليوم لنقل المعلومة الصحيحة والسليمة اللي تفيد المجتمع وتنتفع فيه الناس. نعم. والناحية الثانية فيها تدريبية وتعريفية للناس. لو نعم. تلاحظ هني هذه عبارة عن VR اللي هي تبع الواقع الافتراضي. هي هي هي. علشان عمليات الاطفاء اللي داخل البيت مثل ما نعم. قلنا اليوم عندنا طفايات. نعم. لكن ما نعرف شو هالطفايات هي ولا طريقة استعمالها ولا طريقة استخدامها. هل في منصة او ابلكيشن الواحد يقدر يدخل فيه للدفاع المدني ويقدر يشوف شو عندكم الخدمات، شو طريقة التدريبات من الابلكيشن؟ نعم. اليوم نحن في هيئة أبو ظبي للدفاع المدني عندنا موقعنا الخاص فينا، وعندنا البلاتفورمز او منصات مواقع التواصل الاجتماعي. عندك انستغرام الناشطين فيه اكثر عن 7 منصات اليوم ناشطه فيها الدفاع المدني. ما شاء الله عليكم. سفراء موجودين على الكرة الأرضية، كبار وصغار، رجال ونساء، لكن أصغر سفيرة الحين بتشوفونها. مرحبا، حياكم، وياكم غاي الحبابي، أصغر سفيرة نيوز مكان كريمي. طبعا اليوم نحن موجودين جلوبال ميديا كونغرس. أنا وايد سعيد إني شفتك، سمعت وايد طيبة، وايد الناس كلمت عنك، ما شاء الله، كيف قدرتي توصلين إلى لقب وخدتي لقب سفيرة؟ يعني شكرا من سنوات، أنا دائما مهتمة بالبيئة وبالقضايا المناخية. مثل شو اللي سويتي ملفت لنظر اللي هو استوى اسمك بهالطريقة بصك جب السماء لدرجة أني كنت صورت في متاحف في قطر؟ سعيد اني شفتك. سلمي على الوالد كثير سلام. منو تابعني عندكم؟ سلمي يا حبيبي. ممكن يتحرى المساهمات او المشاركات فقط من المنصات الاعلاميه، لا، حتى الخدمات الانسانيه. وسعيد كيف حالك؟ كيف انت؟ الله يسلمك. كم نحن سعداء بهالانجاز اللي تقومون فيه. أول شيء اليوم محمد أطلقنا منصة متطوعين. نعم. اللي تطوع لمؤسسة زايد أعمال خيرية والإنسانية. نعم. هذه المبادرة تتيح اليوم للمواطنين والمقيمين اللي أعمارهم فوق 18 إنهم يكونوا متطوعين في مؤسسة زايد. كيف الواحد يقدر يتطوع؟ الحين إحنا حاطين في المنصة اليوم هذه منصة التوضع. نعم. تطوع. نعم للتطوع. وبننزل الرابط ايضا في موقعنا مؤسسه زايد. نعم. يقدرون يدخلون على الموقع ويتطوعون ويحطون معلوماتهم كلهم كما وانا يشرفني انشر الموقع وانشر الابلكيشن وطريقه المشاركه. اول اللي بعمرك يا محمد، ونبغاك تكون انت بعد متطوع معانا. عيوني عيوني. جزاك الله خير. ما شاء الله المشهور المعروف محمد البادع، عيني عليك بارده ما شاء الله، شخصيه مميزه. الله ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا، شايفك حصة، كيف انت؟ ترى قلت لها هاي مذيعة رياضية ما صدق. هي والله قلت معقول شيء عندنا مذيعة رياضية؟ كيف مذيعة رياضية؟ مذيعة رياضية وأول مذيعة رياضية، صار 19 سنة بعد. تبارك الرحمن. بس انت ما تشوفني يا خالد. ايوه شو اسوي عادة؟ ما هذا ماكل الجو. ايش حالك الله يحفظك؟ كيف يعني مذيعة رياضية؟ كيف يعني مذيعة رياضية؟ هي. يعني أقدم برامج رياضية مثل قوم محمد البادع، ما محمد الوحيد لا، ونقوم نفس يعني السعدي كله قضايا عندك والله الرياضي قوم سعيد مشاكل ابو محمد والله أكثر وحدة سوت مشاكل بالشارع الرياضي. شوف أنت إيش حالك الله يحفظك. خير والله. كيف أنت؟ عمرك خليك سعيد بصوتك.
دائما نتابعكم ونتابع الشباب فيك قبل كم انت لطيفه لكن ما عيبني شويه شويه ويا البادر طبيعي شقيق هذا زميل اعلامي هي لك تحسين بشوي شر شوفي شوفي ايش قاعد تسوي هي يوم يقول لك النسر ايوه هذا نسر ومستنسر نسور صغير اي لاف يو محمد البادر يا عزيزي غالي شرفنا نشوفك الله يخليك شرفنا نشوفك اعماركم في منصه يعني كل اللي يضرب الهتاحي سلوط من مسير يومين شرطه ابو ظبي وبخير كيف حالك الله يعافيك كيف انت ما شاء الله عليك مشاركاتكم دائما ومستمره ولله الحمد فضل من الله ولله الحمد فضل من الله اليوم الكونغرس العالمي للاعلام في نسخته الثانيه طبعا مساحه جميله هيئتها الدوله لمنطقه الشركاء سواء من الداخل والخارج للمساهمه في صناعه المحتوى واستشراف المستقبل الاعلامي نعم. بشكل عام على مستوى العالم مساحه جميله شرطه ابو ظبي لجانب الشركاء متواجده نعم. لاستعراض القدرات والادوات الاعلاميه تبارك نستفيد منها الغير وايضا هبل الغير الدول اللي من غير تستفيد من خبراتكم الدول دول انتم ما شاء الله عمر شرطة أبو ظبي ما تعدى 70 سنة لنفترض لكن أنتوا سبقتوا الناس اللي بمئات السنين قبلنا الله يطول عمر معازيبنا توجيهاتهم ومتابعتهم هي اللي تركت الأثر هذا اليوم الأثر الأمن والأمان اللي تنعمه دولة الإمارات هذا ما يأمن فراغ طالع تكاتف فئات المجتمع نعم. نحو تحقيق منظومة الأمن والأمان نسأل الله دوام الأمان لدولتنا آمين وانتم الإعلاميين جزاكم الله خير الله خلانا منك في نقل المشهد إلى المجتمع الخارجي اللي نحن نقول لهم فرصة جميلة أن الواحد يزور مثل هذه الملتقيات نعم نشهد على مجهود سلاح ومجهود الشركاء نعم. شكرا لك محمد على الزيارة طالب الله يحفظك يا ابن أكاديمية الإعلام الجديد نورة الزعابي سلام عليكم نورة صدياي كيف حالك؟ كيف انت؟ الحال طيبين الله يسلم بشرين يا مرحبا بك سرح الحال طيبين شو هالتواجد الجميل الأكاديمية الإعلام الجديد وجودك الله وجودك شو بتخبريني بالنسبة لتأثيرك في هالموقع اللي انتو فيه حاليا؟ والله نحن سعيدين لأن هذه المرة الكونغرس الإعلامي يتميز بثلاث تخصصات محور الاستدامة والذكاء الاصطناعي وأيضا عندنا المجال الرياضي وعندنا صناع محتوى ما شاء الله متخصصين بهالشيء بيساعدك يفتح لهم آفاق شو تفيدين كيف يعني السؤال أوضح شو الفائدة اللي حين الناس سايرين وجايين هاي المتواجدين شو يستفيدون من وجود هالمنصات اللي نحن نشوفها نحن ما شاء الله من الكونغرس الإعلامي قدرنا نكون شركات عرفنا على شركات عندنا استثمار يعني مثل ما تقول مو مكان تجمع إعلامي يستفيدون منه الشركات خريجين المعهد الأكاديمية صناعة المحتوى هي. كم اللي تخرجوا من دول إنشاء لين اليوم 90 صانع محتوى ما شاء الله عندنا بارك الله ما أربع شباب ما شاء الله ما شاء الله كل دفعة كم تأخذ فترات التدريب تقريبا 5 أسابيع ما شاء الله شيء منهم بنات بنات وشباب إماراتيين شو العدد كل دفعة تكون 50 شخص ونوقع ويا تقريبا 30 لـ40 شخص والمتبقين المتبقين يتم تدريبهم وتطويرهم لين ما يرجعون ينضمون أيوة في أمور تنقصهم أنا سعيد وأنا أسعد والله أنا أسعد بطل طيب حياك الله يا مرحبا خف علينا أبو حمدان خف علينا أشكر فنك الله يا سلام أي لون؟ بربل بعد؟ اللون اللي يحبه أكثر عن نص الشعب هي والله هذا توقيع هذا توقيع حسين الفردان وهذا توقيعينا في هالمنصة منصة هيئة أبو ظبي للدفاع المدني وعندنا كيف حالك؟ كيف انت؟ يا ربي يا العالم كم كلهم مشتحنين فيك كلهم ميتين عليك انت كيف حالك؟ هاي مدام هاو ار يو؟ ذيس از ابو حمدان حسين الفردان هيز حسين الفردان فروم ابو ظبي هي والله نايس تو ميت يو هيز فيري فيمس جاي هي ما شاء الله هيز سينجينج دانسينج شاعرينج ايفريثينج وجولري جولري جولري هي جولري تو ماتش هي لا نوت بورما شوفي انت صدري لو يدفع بمحمل اندفع ما شاء الله عليه والله بتصدق لا صدقت هي
كيف حالك ابو حمدان؟ انا سعيد اني شفتك. والله ولك بارك الله فيك ويحفظك. انا ابو محمد تتبادل اتصالات. اي نعم نعم. ونتبادل محبه. اي نعم الله يحفظك. عندي يقول انا وايد احبك. الله يحفظك يا ابو حمدان، فرصه سعيده بديتك. الله يقول محمد عبدو: ابي تعذرين احساسي الي قصرت، وابي تعذرين الي قصرت في حقك. عذر والسموح للكل منكم الجميع اللي ما قدرت اوصل لمنصتهم الاعلاميه والموقعهم. اولا ظهري بين قصقصتين، ووقفتي هذه من الساعه 10:30 لين الحين الساعه 4 العصر، تقريبا 6 ساعات وانا واجف. ما شاء الله اني رجال بهالعمر ورمت اصول بهالوقت كله، هذه نعمه يبالها الحمد والشكر. لكن الحمد لله لا تحاتون شوي بكم في هبه، يعني في قوه شوي في نشاط باجي. واستانست وكانت يمعة ممتعه وجميله وحضور مميز، وما شاء الله الكونغرس ناجح بجميع المقاييس، شرات العام واكثر حضور عالم ما شاء الله عد وغلط، من ذكور من إناث، الطلبة ما شاء الله من الجامعات والكليات والأكاديميات، دبي الإعلام، أبوظبي الإعلام، كلها الشارجة ما شاء الله، رأس الخيمة، جميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية كلها متواجدة، بالأخص الشق الإعلامي من جميع الدوائر، حتى وزارة الدفاع موجودة، كل حبكة موجود وبقوة، بالأخص هل بس الذكاء الاصطناعي، يعني ما شاء الله عليهم مسوين الهوايل تبارك الرحمن، الله يطرح فيهم إن شاء الله البركة ويطول إن شاء الله بعمر الشيخ منصور بن زايد، الله يبارك فيه ويحفظه ويطول بعمره على هالدعم اللامحدود لهالمهرجان أو الكرنفال أو الكونغرس اللي ما شاء الله جمع من الإعلاميين من دول العالم كلها هالحدث الأهم على مستوى الدولة، الله يحفظها من دار يبارك فيها. فشكرا أدنك، شكرا وام، شكرا لكل اللي شفتهم، شكرا لكل إنسان شفته وسلمنا على بعض وتصورنا مع بعض، شكرا لكل الفيديوهات اللي انتشرت الجميلة، شكرا لكل المحبة، شكرا لكل إنسان حضر، شكرا لكل إنسان وصل لهالمكان المميز. هذه بلادنا، هذه بلادنا، هذا منا يحلف براس الثاني، هذا منا يحلف براس الثاني، الهدف واحد، رفعت هالدار وأهلها من كبيرها لين صغيرها. بارك الله فيكم الكل منكم والجميع، أستودعكم الله وإلى لقاء إن شاء الله القريب العاجل. أقول لكم لكم عين تنظر هالسيائر كلها أبويا عند محمد عثمان. أنا في منطقة العجبان في مزرعة محمد بن عثمان، في منطقة العجبان في مزرعة محمد بن عثمان بن مبارك بن علي الزعابي. أنا بكل البيت ما يضم اللواد، ما أقول عنك شيء يا أبو عثمان. شوف زرع الدنيا واللومي وكل شيء كل شيء كل شيء ما شاء الله عليك يا محمد عثمان. عد شوف هناك مسوي الجلسة هناك، ما شاء الله عليك يا ابو عثمان، ما شاء الله عليك، عين عليك باردة ويا من ترتيب وتعديل. مسوي جلسة خارجية، ها شوفوا تحرى معاريس. بصور لكم اول بادي هاي الجلسة اللي هم سوينها، هذا عاد وقت الظهر هني يجلس جلسة أبو عثمان الظهراني القايلة. جيناهم طلعت عماركم ياسين تعشون جماعة هناك الحديقة، ما أدري شو مسوي معدل الدنيا كلها كله مبوى، وهاي اللوزة وصريمات والمسيبلة والبني كم والدنيا والسدر ما شاء الله 30 ريال جليل يا أمي ما شاء الله عليهم. شوف هناك كم النفر يا ربي يا محمد بن يم العرب ما شاء الله
البحر ما شاء الله رزيفة متيامعين على عشاء من أقوم ما خلصوا لهم فرفرين من العيالة وياسين ريحونا دحين ما شاء الله يلسة رزيفة يلسة اليلسة يلسة رزيفة وهناك باتمان ها شوف وين عند النافورة والله اي والله سوي سوي زوم 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 قوي ايوه هذا هو شوف انت اي والله هناك حاط شوف انت بتفيزر شوف انت لابس كندورة شوف يا ستفنيل هو يا ربي يا ابو عثمان شوف انت قرب الله تزوم نيابه طبعا محمد هناك ياسين تعشون جينا واستقبالنا هذا الشخص المميز يا هلا الشخص المميز الجميل يا حياك الله شتى قبل شتى انا صار لي اسبوعين ما شفتك هي والله شتي انا ميهود والله ميهود ميهود اوكي وي غير ما مشتاق على عمرك ها مثل عندك انت هي اشوف لا لا صوف صوف هي هي لا لا ما بصوف هذا حشرات صالحني هم بصالح صالحني هي ما بصالحني بوبنين كيف الحال ابو محمد يا مرحبا ابو عثمان تعرف علي طال عمرك اخرت هي قال لك انا ما بتعشى انا جايك بس هي بتاخر سب خلني اشوفك محمد يا هلا يا هلا استاذ اشوف جوتي جوتي انا طاير بس على المزرعه هذا هي إيه. والسفره والكندوره و... الله الويه قمري قمري يا منور يا ويك انت من ويك اسكندريه طال عمرك سمعت الاغنيه حلوه يا قمريه زينه في الحلوين بين الزهور يا هلا وسهل يا هلا حوريه بين الورود يا سمير مليان حي الله مليان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على هالجلسة الفنانة الحمد لله جلسة الحمد مميزة لله. يا سلام يا سلام على ابو جلسة الليل هاي جلسة الليل جلسة النهار ايش قايل؟ الله يا النافورة الله يا النافورة الله يا النافورة بري بريين ثلاثة أربعة يا ربي يا محمد عثمان بغيناك تكون طال عمرك الضحى العصر ما ودي ودي يا الله يا ابو عثمان اي والله ودي لكم الله كاتب لي نصيب الحمد لله الحمد لله يا ربي يا هي الدنيا زادك وين متغاني حمد وغنيه الهواك الا حمد وغنيه يا مرحبا يا محمد بن عثمان نشيط كلي بالتصوير الحين هالتصوير لازم كل دقيقه محمد اصورك ويا الناس كلها لا تصورك زين ما دام دخلت عندي هنا شو بيطلع اشهد الليل زين خبري بالريال عداك منو هالريال يوسف محمد يوسف محمد الحرمي مراس خيمه ما شاء الله ابو محمد وهذا صديقك من زمان صديق من زمان تعرف ويا محمد من زمان نعم كم سنه والله يمكن طال عمرك من 20 سنه 20 هذا روحه 20 سنه إيه لا لا ما عليك منه هاك الريال منو خبرتني بمنو هذا ابو محمد يوسف محمد هي وهل جميل اللي عدالي ابو خالد وليد الحمادي نعم وليد الحمادي هذا اصدقائك من متى هذا الرجال؟ يا مرحبا هذا من متى؟ اخوه طيبين طال عمرك خل هذاك زين هاك عرفت من كم سنه هذا؟ هذا من سنه هالفتى الجميل من سنه سنه؟ بس سنه؟ الحين الرجال محمد يقول يعرفك من زمان وانت تقول لا من سنه لا 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 صاحب وصديق والنعم فيه كم سنه؟ رجل طيب والله من زمان من فتره يعني الحمد لله من فتره من 10 سنوات اي 10 اكثر بعد اكثر ما شاء الله عليك عثمان قايد هذا يوم قبل العور وين العميان باشا من الناس الطيبين ايه وانت محمد عثمان سالي يودع الجماعه حد ساير وحد جاي ها ما شاء الله تبارك حبيبي يا بس من هالرجال الجميل ابو ناظم دكتورنا هلا بس ما حبيبي حبيبنا علينا غير وهذا دكتور كيف حالك؟ اديك العافيه حبيبي تعشيت وتهني والله تعشينا مع الرجل الجميل العظيم ابو عثمان هذا دوما يكرمنا بشيء جميل ربي يخليك ان شاء الله والله العافيه ان شاء الله يشكر عليك شكرا جزيلا لهذه الحديقه اول حاجه شوف جمال هذه الحديقه اي والله وروعتها واشياء جميله لك الشكر ولك العرفان دوما يعني تحتفي به دوما والله جزاك الله خير دكتور شو تعالجون انتم؟ نحن نبتع الاثار الحيوانيه طبيب بيطري شو تعالجت شو عند محمد؟
محمد محمد نعم ليش محمد بس في لا علشتوا شيء عندي يعني عنده أغنام وسايب ليش يشوفه مرة مرة يعني لكن غنم جوعانات ولا شبعانة لا شبعانة شبعانة أي حاجة مرة أي حاجة عنا أبو عثمان شبعان مرة واحدة يبلي خروف الكلاب ما تأكلين لا 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 هذا هذا الشاهد ما بكون جابه هذا الشاهد ما بكون جابه وأقول لك كلي عالج والأكل موجود الحمد لله أبو عثمان عاد بالليل لو كان لو كان بالنهار كان وديتك لكن الحين الليل طال عمرك وين شافت؟ انت مسوي لي دعايه مسوي لي شيء اخي وعازم ريال قال لي لا تبي الخروف هذاك مال خالدي الضعيف قلت يا ريال لا تزيغ قتله قلت هاي يسوي اقول يسوي سوالف وياك وغير قال فرقاني خايفانين تجيب لنا الخروف مال خالد الضعيف اسف يلا ابليس قلت ان شاء الله يا مرحبا بالدكتور دكتور من زمان انت في ابو ظبي؟ انا في ابو ظبي من زمان كم سنه؟ والله 18 سنة ما شاء الله شو هواياتك دكتور؟ والله هواياتي مختلفة طبعا مثلا نحب الغناء المغنى بنحب كرة القدم بنحب كل التفاصيل انت شو تمارس؟ انا بمارس كرة القدم بمارس الرياضة يعني والغناء؟ غناء دي ما عندنا حتى دي والله؟ ولا قصيد ولا اي شيء؟ لا لا شو قال الشاعر السوداني؟ الغافل من ظن الأشياء هي الأشياء هي. والعاقل ما لم يأخذ من الدنيا ما تعطيه على استحياء نعم الغافل الغافل من ظن الأشياء هي الأشياء ها. والعاقل نعم. ما لم يتخذ يأخذ من الدنيا على استحياء نعم الغافل الغافل من نعم. ظن الأشياء هي الأشياء هي. أي إيه؟ شيء شوفوا كده قالوا زي بعض إيه؟ لكن العاقل من يأخذ من الدنيا نعم. ما تعطيه على استحياء نعم ده العاقل يأخذ مهما حصل يس. لو تعطيه شوي شوي يأخذ يأخذ ها ما يقول ما الغافل سر الله على الله من وين في السودان دكتور؟ أنا من الخرطوم بحري أنا من الشمالي لكن ساكن الخرطوم بحري ما شاء الله عليك وأهلي في البحر يعني. كم عندك من العيال دكتور؟ والله عندي ولدين وبيت الله يبارك فيهم إن شاء الله كلهم عايشين معنا هنا في الإمارات؟ لا لا والله جسع في مصر طبعا ظروف الحرب في السودان هي. إن شاء الله إن شاء الله الأمور بتزين بتزين يا دكتور ديك العالم ما ضاقت إلا عند الله فرج إن شاء الله ما ضاقت إلا عند الله فرج إن شاء الله انت في بلادك هو استحق قال لما ضاقت استحكمت حلقاتها ففرجت وكنت أظنها لا تفرج نعم رب العالمين كل شيء جميل لحظة كن فيكوني نعم هي. ربك سبحانه وتعالى يا مرحبا امتحان للشعب السوداني نعم ان شاء الله ان شاء الله نبت بيك وسعيدين بأن قابلنا نحن بعد لك انا سعيد فيك اكثر وفرحان اني شفتك يا دكتور انا سمعت صوتك من زمان قبل سنه اظني او سنتين تسلم يوم كأقل يوم تكلمنا مع بعض في التلفون هي يوم تعطيت عثمان الدواء بالضبط ظهر المندازي ظهر المندازي حق منو هالمندازي هذا دهان السير هل منو لانه كريم بيهدينا في البان هي بس ما وراه الا الالبان يا دكتور ما يعطي الا لبن لبن وشامي ما يعطي شيء غير اللبن والشامي اشو بعد بيزات يعطون يعطون العود يعطون الزعفران يعطون ها نسيت في البيت هي الحليب هناك عنده يا الله مع السلامه انا الله ها قطع لي حق البقره ما شاء الله ما شاء الله يا محمد يا العدال يا العدال ندوكم ندوكم ها صبروا ها طالعوا بس اللي حق تشوفون لباب برنقين هادو ها سمعتوا ما تمشي ما تمشي هي هادو ها ها هذا لبن برنقين لا تقول ما رويناكم لبن برنقين اقول لك ها تمشي ما يبى كلام هذا وما في الحاضر مدح ما شاء الله عليك يا ابو عثمان اكلك حطه هنا شارك حد كل شيء صالح استاذ فات بلع عنك ان شاء الله يا ربي كم يضربهم محمد تسمم اقول لك ها شوف 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 هي شوي تنور تنور تو على الاش شو 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 شوي ما خلنا الا ريحته هي 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 شو خليني ريح ما بخلي اخذ شوي يلا بنت انا بعد بتعشى وقلت ما شو خيب حركت ما تعشيت لا خيب اني اتعشى بدال كنت اول انت موجود وعقب بتعشى شوف انت رحت الستور سوي الستور هناك هذا المطبخ الجديد محمد اي ما شاء الله بترخيص ولا بدون ترخيص؟ ابي بيتها مسنين بعت اي عتب ما حد يسمعك اي مسنين اي شوف انت تو قال انه متروع بالبلديه بدون ترخيص ها؟ لا ترخيص احلف
عثمان على هالشباب اللي عندك. لا لا ما شاء الله. الله يحفظهم ما شاء الله. آمين. شباب آمين طيبين. آمين. وأنيقين وحبوبين. الحمد لله. صورت أنا داخل ميلس. إيه الحمد لله صورت. إيه نعم. ما هو تصوير طال عمرك. شو صورت؟ أنت وين سائر الحين؟ صبوب وايد محدنا ولا شيء. ما حد هيبع منو هناك. وين؟ ما يبون نسوي محمد خطف أنت. تبوك تدور المحفظة ليش تدور المحفظة ناسنها أنت؟ ها؟ كيف ناسين المحفظة؟ أنا ناسنها. إيه. بالعمالة؟ أقول لك. ها. من هاك السن يوم سرقني هاك الرجال. يوم سرقني. إيه. بس انتهى. ما تجيب محفظة. أجيبها لكن لسه مكان قلت. شوف أنت. إيه والله. وقت ها هني الراعي سارق إنك. إيه إيه عندي هاك اليوم. عامل. العامل. إيه. والله يا أبو محمد إني أحط مكان قلت. إيه. لكن كيف؟ يطلع. شوف أنت. إيه. ويوم أنا أروح البيت. هاك وياي 3000 4000 2000 ما شو شيء لين الله سبحانه أكشفه إيه مخلاه حطي 3000 درهم إنزين عدم في اللي عديت 1 2 ورقة 3 هي ورقة وعديت إنزين مرة ثانية 1 2 3 3000 درهم يوم نهار ثاني مرة مولية يا مال الألمنيوم بعطي بيزات على الدرهم ده قال لك يا مال الألمنيوم أعطي بيزات إيه يوم طلعت البوك من 2000 محفظة لا 3000 قال لي شي طالع انت بحطي 2000 قلت لا الحين بس روحي لا وش انا يوم جيت وياس يكنس هناك جعفر تعال انت شليت 1000 درهم لا بابا انا ما شيء قلت شليت الحين قبل ما اخبر لك حسين وميزان اقول له قم طلعهن بابا ماما مريض زين ما مريض قم طلعهن انت بابا مريض ماما هل درهم حرام وقبل 500 وبقول على كم وكم غير والله النهار ثاني ما بات عندي ها أطول بلاده كم يصيح يصيح قلت لي بعد كرش الرضابة إلا السرقة هي والله بات بيون عيالي شباب وياه بيدخل داخل يسرقهم هي والله زين أقول لك ايش قال يصيح يصيح ماما مريض ماما مريض شو دخل ماما فيلمك مع اخر مره ايش قال يصيح ماما مريض ماما مريض 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 ولا غير مريض هي بالك الا غيره هذا حسين موجود بعد دوك حسين مغير ايه حسين كيف حالك الحمد لله كيف حالك حسين شو تشتغل مزرعه هني تب هي وخيبة مغلظة هي المسؤولة الحين ما تسوي بعد الرديب يسوي ما ياكل وايد خيبة كم مغلظة غدا هي هي من الملاية محمد طف 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 ملاية ما ملاية بغادي صندقة من كبرة ها هي والله ما شاء الله عليه شو اسمه طابق ما بالقلاص يغربج بالغرش ابوي من طرف بعد هي هذا الزود طبع مراتب الزود طبع مراتب مراتب ما شاء الله عليك يا ابو عثمان انا والله كنت مريض اليوم اقول لك محمد صبر صبر شوف انت هالعرب هاي له انت له ما بزين وخير وطيب ما يتك هالعرب كله ما شاء الله نصم شهر والله من راس خيم وحد من هنا ابو ظبي وحد ما شاء الله ما شاء الله وين يلا ست محمد وين ضم المكان ضم هناك فوق كل ما شاء الله يسووه وما شاء الله وين وين متعشين هني وين ست صيان حطينا لهم ست هاجوا ما شاء الله هالزايد ها ما شاء الله شو اسمه هذا فقير حسين حسين كيف حالك ارباب زين الحمد لله ما في كنجوس ارباب لا تمام ارباب بالله كذاب بعد انت كم السنه موجود عندي هذا اي اي ما يصير غيره بهذا اي اي يا مرحبا يا حي الله ابو محمد حي الله القاهره ما شاء الله العرب كلها فرحان يوم شافك الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله تعبت انا شوي الحين اشوف صحتك الحمد لله الحمد لله روح امشي 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 بهذا الجو الحلو هذا الممتاز ممتاز الحمد لله هي الممتاز الحمد لله رب إيه رب شو تقهويت اليوم كلت خبيص كلت عصير شو والله ابو محمد ما قصرت اليوم انت 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 شو كلت انا كلت عصير اي وكلت محلى وكلت خبزاي وكلت كل شو اسمه ابو وياي محلى العادي العادي الخبيصه اي ما روجك ما شاء الله هاك الحرافي بت اي ما شاء الله تبارك الله لا مو ب مو بتوافق هذا خالد يا ابن قال واحد قال ها مو عندك انت مكان بعيد قال هي قال خالد اربعه
داخل العائله. نحن قلت له واحد الحمد لله جزاك الله خير ما قصرت ان شاء الله يا المزرعه كل شيء اقول لك عاد لا تقول مره ثانيه يوم حبيني تلابس بالتليفون الو لا تنسى الشغل ما يبقى كلام انت في مره قلت شيء يقول لك لا لا ما لو في الليل لا ترى حتى لو انا ما حد محمد جزاك الله خير عندك رقم محمد وعندك رقم بشاتير ودريولي اتصال وقول لهم شو تبع مغيت حق نفر ولا حق الف لا لا الناس طباخ وطباخ وانا حاط لك في البيت اربعه لانك انت طال عمرك سانك خرب عليك يا ابو محمد بخي ما اعرف ان قلبك طيب هذا سوالف بيني وبينك قال لا هذا فيه كذا وكذا وكذا سوالف متى بيتي يبقى غاشة العسل بعد ولا شهر يا مرحبا ابو عثمان الله يحييك شو زارعين بالله عليك والله طال عمرك زيتون هي. وتين هي. الحين ما شاء الله ثامر التين ثمر هذا امس هذا شو محمد هذا تين هذا امس زارعينه وين التين هذا تين؟ إيه إيه بعد. هذا تين؟ ما بتين هذا؟ هذا زيتون. زيتون. جوافة. إيه جوافة. إيه. هذا التين. وهذا تشكو. وين تشكو؟ هذا تشكو. هذا تشكو. إيه إيه. 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 طال عمرك. هون هكذا. هاي الحين في فاية هذه شو بن؟ فاية. مال عام يابس وانقبط. إيه. شو شو زين ولا؟ الحين السنة بتعتدل بترد. إيه إيه. إيه ردك ردك. إيه إيه. ردك. هذا سل عن التين ولا خلي وياها؟ خلها انت انك بتعلي على التينه هي وشوف ما شاء الله هذا اقول لك تين ما شاء الله كله ثامر ما شاء الله اي كله ثامر شوف اي ما شاء الله ما شاء الله يبالي تسميد عاد محمد الحين الحين ها اي لا بيس تسميد كل 10 ايام محمد سمده اي على شيء ولين ثلاثه شيء ولين ثلاثه قدام الغنم عاد الغنم هي خيار محمد ما شاء هذا هذا دره ايه دره تعال خليني اصبرك في الغيط غيط الدره يعني في الليل يعني ما في النهار نعم محمد دور شي ها ايوه بعد سر شوي شي بس قدام جد لا تكود انت لا تكود وقف عاده سر في النصيفه شي ياي وين سرت منك تقدم 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 ها اي الله نسف السفر عاده شو ما شاء الله الحين صار هذا ما صار للشهر ما كمل هي اي لان الحين موسم الذره هي اي ما شاء الله بعد شهر كامل هي بعدين ودي السوق ما ودي منه منه شوف انت ايه ودي السوق ما شاء الله شيء دخل محمد دخل كم يعني الله يهديك ها اقول لك ها تكلفه ماله ها وين ودخل قليل تكلفته اكثر عند بيل شو خبر ها اذا انت اذا الولف هذا 1000 درهم هي بيك العامل شفت حسين هي ها بابا 600 درهم تبيع ولا ما تبيع هي ستينكم عابرين وحبوب وبدر ورش وغير قالتها بعد يبي ياكل قطو لا اله اي كنت يبيع وبعناك ب 1200 بعطينا 600 درهم لا اله الا الله لا خليت يبي بس هي والله اليوم شو هو مو غير كل عندهم الله يواليك العافيه ان شاء الله شفت الشغال ما شاء الله هي شو غادي محمد بالله عليك حلتش حلتش هي مدعفس مدعفس شفت ذباح هالحذرة هذا هذا جديد شد ذباح هالحدره محمد اللي بيرسوب هنا بشبره العين تعبر مركبك من ريحان تعال وين انا حي ريال شيء بترتب لي مريحانه ليش هذا محمد ليش زارعينه مخر هذا الله يسلمك اخر زارعينه ليش لان عشان التاج هي هي كل فصله بروحها هي شوف منك منك اخر شيء بعد ما شاء الله منك كل مزروع منك ما شاء الله تبارك الرحمن نعم. الحمد لله الله يبارك شلون علامه انا الطير ياكل شوف انت انا الطير هي 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 ما شاء الله يا محمد ما شاء الله تهنيت في هالمكان آمين الطيب آمين آمين يا رب العالمين الله يحيي لو أنا منك يا محمد ما بظهر من هالمكان ما يتودر والله يا محمد مكان زين وفنان الحمد لله الحمد لله تستاهل إيه يعني بتمسح وإني بصلي شيء ما صليت ما صليت بصلي بيكم أنت تبارك تخر الصلاة لا والله يا محمد يلا قم قم تعالنا يلا دقيقة بس بعد وقيت بصرف وياك بصرف وياك طال عمرك بصرف وياك بعد ما تولي زين وانت وانت مو جاهز الله اكبر انت عندك جاهز عندك انت ايه ما يحتاج نعم زين ابو عثمان هلا الحين نحن ترخص الله يغنيك يطول بعمرك عاد انت طال عمرك يا متاخر هي هي لا لا الحين جيتنا زين نحن زين زين يوم جينا محمد زين انا سار وياك ويا في اللي ما تعشى عارف انك هي روب ومكسرات هي هي لا هاك الاول الحين بالكوفه ما تحشى بعد بعد اي والله لا روب بس محمد ليه يعني تقريبا صيام 14 ساعه خلاص رحت ليش كسرت عمرك ليش ما تاكل مع السلامه
لا 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 توسوس وابوي اورمي اورمي انزين حشي عشب انشل ويانا لو لا موجود عشر عمرك يلا موجود عشب حق منهل لا 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 حيت عشا عندي هنا ما يبي يتعشى هني يبي يشل ويا يتعشى ويا حرمته نعمت الله يبي يتعشى ويا حرمته وين نعمت الله شو تباه وين العشاء ما يبي يحط العشاء انت حط العشاء بيش يبي يشله وياه ما يبهم اذا كنت صدق اللي من عندنا يا هذا مرسل البلالي وهذا طال عمرك يوم متى ما الخال يدوك على طول سبحان حرارات ما شاء الله كثر الخير ان شاء الله العافية عليك خلي يشيل مره مرتين خلها شنو هي وهذا الخبز الخبز خليته عن نسيته شو هذا هذا ما بخبزنا نحن لا 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 هذا لا لا هذا كله ما بصفاء صفاء هذا نحن هذا محلان وين عبد الله ده السنة شوف هنا على الوجه باش على الوجه كم شيء زين هذا طيب عسل وهذا طال عمرك هال ما شاء الله العصيدة قالوا بها يا حبيب النبي وين عيل لا باجي وحدة في محل زايد وحدة دخلت دسيتها ليش ما خليت منك هبشون منها بلا كله ما شاء الله كله لكن شفت واحد ينحنح هي يدور 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 هي طلع شلها وتداخل اشكر هي 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 وخبز محلى هي يا تعب تعال بشيل ما راح لا لا ما بشيل شيء انا يوم بتي بيتي بهن وياك زين هذا ايش منها يلا وين ترى حق هو يا عيال محمد وينو هذا ما يسد حتى ياهل يا ربي جي انا بها كثير اقول لك بتعشى وياه مك الخير يا ابو عثمان الله يجزاك الخير مشكور مشكور ما قصرت والله يا ابو عثمان ما قصرت ليش الله شكرا انا بربح تعال قول شكرا قول شكرا اي هذا كيف هذا ما يكفي ياهل هذا يكفي 15 تخيل اقول لك لا ودي اقول لك انا مثل الله ودي اشياء ابو باكر هو اللي طابش لك هو اللي بيضم الحين ايه ادري هو اللي اذكر ما ماني سنه الخلف واكه هك اليوم والله يوم ردينا هو تمرح اللي تربى قلت لا تشيل لا تشيل ايه وانتظر يلا ودي السياره محمد اقول لك وين الشعر هذاك نعمه الله؟ نعمه الله ماشي شلوه هي شلوه قال يقول ما يبي شو اسمه هي شعر زياده وبيه وهذا لا هناك هي زوجته اي نازع حتى شو انت مسويها عيب كشة وهذه الأول ممتنة صار مشى لها صوت طالبان هي وشو هي وخلوا بشر يوم بالسجن لا إله سمعت نيد نصحتي قلت لي لسه قلت لي شوف ما أصير أبوي إلا أسير هي يا ريال كمل على الأقل شهرين مدارس يخلصن قال لي أسير يوم يعني مرموا لي أنا ما أشوفه هاك الراس الغليظ ماشي شلو شل ضرب هاي يا بيت القصور مو بتشهر احسن لو خليفه مسال ايه على حد قلبه ايه عرفتين لبن انتيت يلا يلا الله يحييك الله يغنيك ابو عثمان طال عمرك مشكور وما قصرت ان شاء الله في الخير الله يسلمك وسلمك على العيال طال عمرك وعلى الجماعه المناكيين منك محمد انت صبر انت تدري ان انا اي لاف يو يس اخو صديق مر منك ومر مني